خليوهم يكونوا، خليوهم يبرزوا، لأنهم معكم ومعكم سيكون لوطننا المجد، ومعكم ومعكم سيكون لحزب التقدم والاشتراكية النصر. تبارك الله عليكم والله يعاونكم. لقيت شهور عديدة من التحضير وبناء على قرار اتخذه المؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم والاشتراكية في قانونه الأساسي، يتم اليوم تأسيس منتدى المساواة والمناصفة لحزب التقدم والاشتراكية، وهو منتدى بمثابة منظمة تعنى بقضايا المرأة دفاعا عن حقوق النساء، تكريسا للمسار النضالي لحزب التقدم والاشتراكية الذي أفرز المسألة النسائية في المجتمع المغربي منذ عقود عديدة في وقت لم تكن حاضرة هذه المسألة في النقاش العمومي الوطني. واليوم نلاحظ بأن هناك تيارات وفعاليات عديدة التحقت بهذا المنحنى، ويهمنا اليوم ونحن نخلد كذلك ذكرى 8 مارس أن نؤسس لهذا الإطار الذي سيجعله حزب التقدم والاشتراكية أداة فاعلة للمضي قدما في فرض مبادئ المساواة في المجتمع المغربي، وكذلك المضي قدما في تقوية الحضور النسائي داخل صفوف حزب التقدم والاشتراكية وفي الفضاء السياسي عموما. ونتمنى حقيقة بذلك أن نرفع أكثر من شأن المرأة المغربية التي أهنئها باسم حزب التقدم والاشتراكية بمناسبة عيدها الدولي. أهنئكم جميعا على الحماس الرفاقي وعلى مستوى الوعي الجماعي العالي الذي أبنتم عنه منذ انطلاق التحضير لهذا المولود الجديد، استعدادا لهذا الحدث التنظيمي الذي نتوجه اليوم بالإعلان عن تأسيس منتدى المساواة والمناصفة كاستمرار لتراكمات سنوات من النضال من أجل قضية عادلة تعتبر جزءا من كياني وهوية حزب التقدم والاشتراكية. واليوم كنشهدوا عن ميلاد المنتدى المساواة والمناصفة كما قرره المؤتمر الوطني الأخير، هذا الإطار الذي يعتبر فضاء للتحاور وللنقاش ولأيضا الاعتناء بقضايا النساء وبالخصوص يعني الدفاع عن الحقوق الأساسية والإنسانية للنساء، ويعني والعمل من أجل إقرار مساواة حقيقية ما بين الجنسين بالخصوص كما قرره دستور المملكة دستور 2011.